أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزر بروكرز تاريخ 8/1/2020. محدثكم عصام اسطنبولي. نظرة على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار. من الناحية الإخبارية على الأجندة الاقتصادية لدينا اليوم خلال الفترة الأمريكية خبرين مهمين، أولهما التغير في العمالة غير الزراعية الـ ADP، وسيكون هنالك أيضا خطاب لرئيس ترامب سوف يتحدث فيه عن الهجمات التي تمت فجر اليوم على القواعد الأمريكية في العراق وتبني الحرس الثوري الإيراني لهذه الهجمات. أما من الناحية التقنية نلاحظ التداولات الإيجابية للجنيه الإسترليني مقابل الدولار وتوصوله تقريبا إلى مستويات 31.80، كسر مستوى 32، يعزز أيضا النظرة الإيجابية لوصول الأسعار إلى مستويات 32.50. كسر مستوى 31.10 فقط يلغي أي سيناريو إيجابي لحركة الجنيه الإسترليني ويحول النظرة إلى سلبية لوصول الأسعار إلى مستويات 30.60، وكسر مستوى 30.45 يعزز أيضا النظرة السلبية لوصول الأسعار إلى مستويات 29.95. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزر بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.